تناولنا موضوع الانتماء والهوية في الملتقى الأول، واليوم عم نتابعه بقضايا المواطنة الفاعلة وعلاقتها في الانتماء. المواطنة هي حياة إيجابية بمارسها كل إنسان في إطار حياة وضع قانوني وسياسي بين الدولة والإنسان في إطار مشروع وطني. كيف بيكون فاعل ببناء هذه الحياة وبيكون هو مغني لهذا المشروع الوطني؟ فشو هي الحقوق والواجبات اللي بتكون لهذا المواطن، وشو هي المبادئ تقوم عليها هاي المواطنة؟ نحن اليوم بأسنس الحاجة إنه ما نلاقي هذا الإنسان التقليدي في دولة وصائية رعائية ما عنده الوعي كيف يمارس حقوقه وما بيعرف يقدم واجباته بالشكل المناسب. أي واجب بالكون يترتب عليه حقوق، وأي حق يترتب عليه واجبات. يعني المواطن يجب عليه أن يدافع عن وطنه، يجب أن يلتزم بالقوانين، يجب أن، والدولة في بالآن ذاته بنفس الوقت يجب أن تقدم قوانين قابلة للتطبيق، يجب أن ترعى مصالح المواطن، يجب أن تقدم له كل ما يستلزم من أجل حياة كريمة وعزيزة. فترين هو حقه على الدولة أن يعيش حياة كريمة، أن تقدم له، والدولة واجب عليها أن تقدم للمواطن حياة كريمة.